ده قيمة وقت absolute time، مش related لنقطة معينة، ده قيمة وقت معبر عنه بالساعات والminutes والseconds والmilliseconds، بيبدأ بالاس 5 تي وبعدها الهاش، وبعدين بنكتب الأرقام متبوعة بالتعريف بتاعها بالرموز الأربعة اللي احنا قلنا عليهم hour minute second millisecond. ايه بقى معنى الكلام ده وليه هي القيمة مكتوبة كده؟ احنا عندنا المينيمم تايم اللي هو الزيرو ملي سكند، الماكسيمم تايم هو ساعتين و46 دقيقة و30 ثانية. مش ممكن التايمر بتاع سيمنز يشتغل وقت اكتر من كده. طب لو انا عايز اكتر من كده بنعمل تايمرز متداخلة ونقدر نجيب اللي احنا عايزينه. لكن اللي موجود قدام مننا الريبريزنتيشن الخاصة بالوقت، ليه هذا الكلام؟ هذا الكلام هنبص على الجدول اللي موجود قدام مننا كده ورمز شكل الخانات شكلها ايه. لو بصينا على شكل الداتا اللي موجودة عندنا، احنا قلنا ان احنا بنعبر في 16 بت. ال 16 بت اللي موجودين عندنا، الاثنين اللي على الشمال خالص دول مش مستعملين، الاخرى خالص دول ما لهمش اي قيمة عندنا، مش مستعملين. نيجي بعد كده للاثنين بيتس اللي هم رقم 4 و5 هنا، او اللي هم رقم 12 و13. 12 و13 دول بيعبروا عن التايم بيز. التايم بيز يعني ايه؟ يعني القيمة اللي موجودة عندنا بعد كده هتتضرب في الوقت ده. الخانتين دول ما لهمش غير اربع احتمالات، يا اما يبقوا صفر وصفر، في الحالة دي هيبقى التايم اللي موجود عندنا هنا دي بتعبر عن قيمة الوقت، وده القيمة دي بتبقى بي سي دي، فبتتراوح من صفر لثلاث تسعات، مش هتزيد عن كده. يبقى الماكسيمم نمبر اللي هيبقى هنا موجود في ال 12 خانة دول هيبقى عند ثلاث تسعات. افترض ان هو ثلاث تسعات، الثلاث تسعات هنا بيتراوحوا ما بين ان هو يتضربوا في رقم هنا في الخانتين دول ما بين 0-0 الى 1-1. لو بقى 0-0 يبقى الرقم ده هيتضرب في 1 من 100 سكن، لو بقى 0-1 هيتضرب في 1 من 10 سكن، لو بقى 1-0 هيتضرب في 1 سكن، لو بقى 1-1 يبقى القيمة اللي هنا مضروبة في 10، وقيمة الوقت في النهاية بتبقى بالثانية. هنا لو احنا عملنا الحسبة دي، يبقى اذا انا عندي القيمة الماكسيمم اللي هنا اللي هي هتبقى 9990 ثانية، اللي هي عندي هتمثل القيمة اللي هي 2 hour 46 minutes و30 ثانية. دي بكل بساطة ايه احنا ليه قلنا هي دي القيمة اللي موجودة الماكسيمم، لان انا ما عنديش غير القيمة اللي هي ثلاث ارقام بس بالبي سي دي اللي انا اقدر اتعامل بيها فقط. انما التايم بيز هي الخانة رقم 12 13 و14، هم دول، او 12 و13 اسف، هم دول اللي فيهم التايم بيز اللي موجود عندنا. بمعنى ابسط، واحد ممكن يقول انا عايز ادخل الداتا بتاعتي من بره على سويتشز على البي ال سي على طول، مش هدخلها كرقم. ما في بعض الناس واحد يقول انا هدخل القيمه كمتغير، واحد تاني يقول لا انا هعمل سيلكتور سويتش او هعمل انبوتس على البي ال سي 14 انبوت، اعمل منهم مجموعه ادخل منهم التايم واثنين اختار بيهم التايم بيز. متاح هذا الكلام، وتقدر تستعمل هذا الكلام بالشكل اللي موجود عندنا، وتقدر تتحكم في الوقت بنفس الطريقة. هي دي الأشكال الثلاثة لنوع البيانات اللي هو اللي هم ال 16 بت أو ال 1 وورد أو ال 2 بايتس. نيجي بعد كده على الدبل وورد. الدبل وورد اللي هي 32 بت. أول نوع عندنا اللي هو الدبل انتجر. الدبل انتجر بنعبر عنه بنفس شكل الانتجر تماما، بمعنى ان الخانة رقم صفر بتبقى هي مضروبة في واحد، لو بقى فيها واحد هتبقى قيمتها واحد. الخانة التانية لو بقت واحد هتبقى باتنين، اربعة، تمانية، ستاشر، اتنين وتلاتين، وهكذا. الماكسيمم فاليو موجودة عندنا اللي هي القيمة اللي موجودة عندنا دي اللي هي 2,147,483,647. القيمة اللي هي المينيمم فاليو لو انا هعبر عنه بسايند انتجر بتبقى القيمة دي بلس 1 بالماينس، اللي هي تعتبر السكند كومبلمنت للرقم اللي موجود عندنا. وهنا في الحالة دي اللي احنا بنعبر عنه بال 32 بت ده لو سايند انتجر. لو ان سايند انتجر بناخد القيمة دي وبنضربها في 2 وتبقى هي دي، او بنجمع القيمتين على بعض من بعد ما بنحول الاشارة دي بالماينس، وتبقى هي دي الماكسيمم فاليو لما يبقى كل الارقام هنا بوحايد لو انا بتعامل unsigned integer. وطبعا هذا الكلام له استعمالات، ال 16 بت لها استعمالات وال 32 بت ليها استعمالات. نيجي للنوع الثاني اللي هو احنا بنعبر عنه في 32 بت، وده اللي عمل نقله للبرمجه في القيمه في الوقت الحالي
بالريزوليوشن العاليه جدا في الحسابات اللي وصلها اللي هو الريال داتا تايب. طبعا الريال داتا تايب ما كانش موجود قبل كده في الاس 5، ولما دخل في الاس 7 ودخل في الابلكيشنز عمل نقله كبيره جدا، لانه وصل بيا ان انا اشتغل ب ده المينيمم فاليو اللي انا ممكن اشتغل بيها 10 اس ماينس 38، والماكسيمم فاليو عندي 10 اس بلس 38، وطبعا من الماينس الرقم نفسه. تخيل ان الرقم ده انا اقدر اتعامل بيه في الحسابات بتاعتي بالبلس والماينس، ما كانش ممكن ان انا اتعامل بهذا الكلام في الاس 5، كنت بتعامل بس بالانتجر والدبل انتجر، فكانت مشكله كبيره جدا في الحسابات. الناس كتير جدا بيشكل عليها ازاي هذا الرقم بيحصل له تمثيل داخل الاماكن التخزين. طبعا الموضوع فهمه يعني في فرق بين الفهم وبين التطبيق. الموضوع بمنتهى البساطة أنا بتعامل برقم انتجر اللي هو الرقم اللي فيه كسر عشري. الرقم اللي فيه كسر عشري. يهمني إن أنا أعرف المينيمم فاليو والماكسيمم فاليو عشان موضوع الأوفر فلو. ما يحصلش أوفر فلو في الداتا. يعني أنا ما أجيش أطلب من البروسيسور بتاعي إن يحسب لي قيمة أس ماينس 100 أو يديني رقم أس بلس 100. فهذا الكلام خارج حدود البروسيسور اللي موجود عندي. لكن أنا عندي متاح إن أنا أستعمل حاجات وزن الأكسبتبل رينج. وطبعا ده حاجات بالنسبه للبروجرامنج بالنسبه للبي ال سي بتبقى مقبوله، لكن عموما الريبرزنتيشن بتاع الكلام دوت لو فتحنا الهلب اللي موجوده عندنا في السيماتيك مانجر هنلاقي طريقه الريبرزنتيشن بالاي تريبل اي سيميوليشن. هتلاقي في عندك موجود 23 بت اللي هم الليست سيجنيفيكانت 23 بت اللي في اقصى اليمين بيمثلوا قيمه الرقم. قيمه الرقم يعني ايه؟ يعني عند الخانه الاولانيه خالص اللي هي 2 اس ماينس 1، 2 اس ماينس 1 يعني نص، وبعدين 2 اس ماينس 2، 2 اس ماينس 2 يعني 1 على 4، وبعدين 1 على 8، وبعدين 1 على 16، 1 على 32 وهكذا. لما هاجي هجمع الحاجات دي كلها الماكسيمم فاليو اللي هجمع بيها هذه القيمه كلها من عند 2 اس نص لغايه 2 اس ماينس 23 بتديني القيمه اللي هي 2 صحيح. بتديني القيمه اللي هي 2 صحيح. طيب هلاقي في رقم تاني موجود اللي هو بيمثل ال 8 بتس من عند الخانه 24 لغايه الخانه 30 اللي هم 8 بتس. ال 8 بتس دول بيمثلوا عندي الاكسبوننت. اكسبوننت الاس اللي انا بضربه، خد بالك الاس دون انا ما بعملوش 10 اس كذا. فرق كبير قوي بين ان انا بمثل الرقم ازاي وان انا بحسب قيمه الرقم ازاي. احنا قلنا القيمه اللي عندنا في اليمين دي 2. القيمه اللي عندنا دي هيبقى 2 اس الرقم ده. الثمان خانات دول هيدوني لغايه اس 127. ماشي؟ 2 اس 127. الخانه اللي على الشمال خالص اللي هي الاخيره اللي هي بتمثل عندي اشاره الرقم. طبعا انا عندي هنا الرقم اللي موجود عندي هنا دون نقدر نغير حاجات كتير قوي، لان زي ما قلنا الرقم ده بتضرب في 2 اس الرقم ده. وفي نفس الوقت في اسف في هنا مش 2 اس الرقم مباشرة، 2 اس اي ناقص 127. 2 اس اي ناقص 127 هنا الاس بتاعنا. الكلام ده احنا شارحينه في موضوع تاني بالتفصيل وكاتبين الخانات بتاعته ايه بالظبط، وهنعمل ان شاء الله عرض باور بوينت يوضحه بالتفصيل، لان طبعا الكلام من غير امثله والشرح بالفيديو مش هيساعدنا ان احنا نعمل هذا الرقم بالتفصيل، لكن هنعمله ان شاء الله بعرض باور بوينت وازاي بيتم حسابه ان شاء الله وهنرفقه قريب. انما ده شكل التمثيل بتاعنا بالاي تريبل اي ريبرزنتيشن، ان انا عندي ال 23 من عندي 2 اس ال 23 خانه اللي موجودين هنا دول بيمثلوا قيمه الرقم. الثمان خانات اللي بعد كده بيمثلوا الاس اللي هو بيبقى 2 اس الرقم ده ناقص 127. الرقم ده بيمثل 256 الماكسيمم فاليو بتاعته. وعندي هنا دي الخانه، يبقى انا عندي اقصى قيمه هتبقى موجوده هيبقى 2 اس 129. 2 اس 129 هنضرب في الرقم ده اللي هو هيديني القيمه الماكسيمم اللي هو مديهاني هنا اللي هي 3.4 من 10 في 10 اس 38. ده بكل بساطه يعني اتمنى ان يكون كلامي واضح للناس، ولو في اي حاجه مش واضحه ممكن الزملاء يسيبوا لنا على الموضوع بتاع الاستفسارات، وزي ما وعدتكم ان شاء الله هنجهز عرض باوربوينت لشرح هذا الموضوع ان شاء الله. وده اللي هي الجزء الثاني في الريال داتا تايب اللي هو في ال 32 بت ريبرزنتيشن. بعد كده نخش على التايم.
التايم هنا خد بالك احنا اتكلمنا قبل كده على التايم بتاع التايمرز، القيمه وقت خاصه بالتايمرز، لكن التايم هنا بيمثل فتره زمنيه. التايم هنا بيمثل فتره زمنيه، يمثل وقت. يعني انا بقول له كام يوم وكم ساعه وكم دقيقه وكم ثانيه وكم ملي ثانيه، وده بتعامل بيه في حسابات الوقت. لا انا بتعامل بقى في حسابات الوقت اللي هو الريال تايم، لان احنا عندنا في امكانيات ان احنا نتعامل مع في الاس 7 مع الريال تايم او مع الستوب ووتش او مع الووتش الخاصه بالبروسيسور نفسه. فانا عشان امرر قيمه وقت او عشان اقرا قيمه وقت لازم يكون عندي صيغه معينه للتعامل مع التايم. هو التايم بتاعنا دون بياخد 32 بت وبياخد الرمز تي وبعدين هاش وبعدين قيمه الوقت. قيمه الوقت زي ما احنا شايفين بتترتب دايز اورز مينتس سكندز ملي سكندز. الدي بنحط بدلها دي وبنكتب العدد الايام وبعدين الساعات وبعدين المينتس وبعدين السكندز وبعدين الملي سكند. ممكن ما يبقاش في حاجه موجوده، اللي مش موجود ما بكتبوش، ما فيش اي مشكله خالص. يعني لو مش موجود اورز ما بكتبش الاورز، بكتب المينتس على طول. طبعا الماكسيمم اورز اللي ممكن او الماكسيمم تايم اللي ممكن استعمله 24 يوم و20 ساعه و31 مينتس و23 سكند و647 ملي سكند. هنرجع تاني ونقول ان هذا الكلام بناء على الماكسيمم فاليو اللي موجود اللي ممكن يتحمل داخل مساحه التخزين المسموحه عندي اللي هي 32 بت. الرقم اللي موجود داخل ال 32 بت لا يحتمل اكثر من القيمه اللي موجوده عندنا اللي هي دي، سواء كانت بالبلس او كانت بالماينس. لسه عندنا في بعض البيانات اللي هي برضو بتاخد 32 بت. احنا ما زلنا بنتكلم في الاليمنتري داتا تايبس اللي هي انواع البيانات الاساسيه، اللي هو البيان الاخير عندنا اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو تايم اوف داي. تايم اوف داي الوقت ايه؟ الساعه كام دلوقتي؟ الساعه كام دلوقتي؟ وده بياخد الكود بتاعنا، يا اما بنكتب تايم اوف داي والفاصل بينهم اندرسكور او بنكتب تي او دي. تايم اوف داي، تايم اوف داي بيجيب لي الوقت اللي احنا بنتعامل بيه او الساعه. فطبيعي جدا ان هو هيتراوح القيمه بتاعته ما بين 0 0 اللي هي الساعات، 0 0 مينتس، 0 0 سكندز، 0 0 0 ملي سكندز لغايه 23 59 59 3 تسعات، مفصول بينهم طبعا بكولون. وطبعا الكلام دون بيتم تمثيله زي ما اتفقنا في 32 خانه. وده كانت انواع البيانات اللي احنا بنتعامل معاها. وزي ما استعرضنا التقسيم، استعرضنا التقسيم بنراجع مع بعض سريعا بناء على حاجتين: الاولاني مساحه التخزين، الثانيه نوع البيانات اللي بيتم تخزينها في كل مساحه تخزين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.